وهلا خلونا نرحب بضيفنا بالاستديو الدكتور سهيل جزار، اخصائي بامراض الاطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. دكتور، مثل ما شفنا انه هذا سؤال انه ممكن الاطفال يصير عندهم صداع، ما مدى شيوعية الصداع لدى الاطفال؟ هلا الصداع عند الاطفال هي حاله شائعه جدا، و10% من مراجعات الاطفال لعيادات الاطباء هي بسبب الصداع. ومع هالعدد الكبير من المراجعات لسه نحن بنسمع من الأهل السؤال نفسه دائما، إنه دكتور معقول ولد بهذا العمر يكون يجع راسه؟ فالجواب دائما بيكون إيه، لأنه الأسباب اللي بتأدي للصداع عند الكبار هي تقريبا نفس الأسباب اللي بتأدي للصداع عند الأطفال. فإذا الصداع هو حالة شائعة وموجودة. هلا حتى نحكي عن الصداع ونفصله بشكل بسيط، نحن ممكن نقسم الصداع لحالتين. الصداع الحالة الأولى هي بنسميها الصداع الأولي، اللي بيكون هو الصداع مرض قائم بحد ذاته وليس عرض لأمراض أخرى. تحت هذا المندرج في حالتين شائعات عند الأطفال، هي الصداع النصفي اللي هو الشقيقة والصداع التوتري. هلا الحالة الثانية هي بنسميها الصداع الثانوي، اللي بيكون فيها الصداع هو أحد الأعراض المرافقة لحالات أخرى. هاي الحالات ممكن تكون مرضية وممكن ما تكون مرضية. هلا الحالات الغير مرضية اللي تترافق مع الصداع هي حالات سلوكية، يعني بأكثر الحالات نحن بنشوف صداع مثلا لما الطفل ما بياخد قسط وافر من النوم بيقوم عنده صداع. الاستخدام المفرط للمنبهات، القهوة، الشاي، الشوكولا، نقص المي أحيانا دكتور، ايه، ونقص المي، المياه الغازية ممكن تسبب صداع. عدم تناول وجبات الطعام بانتظام، الجوع ممكن يسبب صداع. التدخين السلبي، وجود الطفل بمكان فيه تدخين بكمية كبيرة ممكن يسبب له صداع. لكن الحالة الأكثر شيوعا اللي نحن هلأ عم نلاحظها هي تواجد الأطفال أمام الأجهزة الرقمية ولفترات طويلة، اللي هي الموبايل والتاب والكمبيوتر. وجود الطفل اللي فترات لساعات طويلة أمام هاي الأجهزة والنظر إلى مسافة قصيرة، بالإضافة للألعاب اللي بيلعبوها الأطفال اللي فيها ستريس كتير كبير، يعني الأطفال مو بس بيتصفحوا صفحات، بيلعبوا ألعاب فيها ستريس، فيها ربح وخسارة وقتل وضرب، هذا بيخليهم بستريس لفترة طويلة. فعم نلاحظ وجود صداع شديد عند الأطفال، بهذا الوقت لما بيراجعنا الأهل مع شكوى صداع عن الطفل، السؤال الأول اللي بنسأله قديش بيتواجد هذا الطفل أمام الأجهزة الرقمية؟ وصدقيني الإجابة بمعظم الحالات إذا مين مو كلها هو إنه هذا الطفل بيتواجد لساعات طويلة أمام هاي الأجهزة. هلا هي حالات الصداع حتى بفتره بالمدرسه كمان ما ننسى هذا الشيء المهم، مثلا كثير مثلا الواجبات المدرسيه مثلا الكثيره ممكن تسبب كمان قلق وصداع عند الاطفال. كمان هذا الشيء يعني نحن بنسميه شوي الصداع التوتري. هذا الصداع التوتر هو من الصداع الثانوي؟ لا، من الصداع الاساسي. تمام. صداع التوتر. تمام. فتدبير هاي الحالات اللي نحن بنسميها الصداع لأسباب سلوكية، تدبيره هو تدبير سهل، يعني غياب الأسباب بيؤدي لغياب الأعراض، يعني النوم بشكل جيد، تناول الطعام بانتظام، الابتعاد عن الأجهزة الرقمية قدر الإمكان. نحن ما بدنا الطفل كمان ما يتعاطى معها بشكل كامل، لا، يعني بس شيء بالمعقول وبالمقبول. عدم تواجد الطفل مثلا بأجواء فيها تدخين، هذا الأمر بيؤدي لغياب الأعراض بزوال. أكيد دكتور. خلينا تمام. خلينا نحكي كيف بيتم تقييم الصداع عند الأطفال والمراهقين، كيف كمان ممكن نعالج الصداع، وهل العلاج بيختلف من الأطفال والمراهقين ولا لا؟
هلا الصداع معالجته حسب السبب. تمام. هلا نحن حكينا عن هذا الصداع السلوكي، هذا لا يحتاج الى اي دواء، هي المعالجه مثل ما السبب سلوكي فالمعالجه هي سلوكيه. هلا الصداع اللي بيكون احد الاعراض المرافقه لامراض اخرى. تمام. هاي الامراض ممكن تكون، ممكن نصنفها بشكل مجازي لامراض خطيره ولامراض خفيفه. هلا الامراض الخفيفه اللي ممكن تؤدي للصداع اللي هي اي حاله رشح، اي حاله قريب، احتقان بالطرق التنفسيه، اي حاله ارتفاع حراره، التهاب اللثة والتهاب الاسنان ممكن يؤدي لحالات صداع، المشاكل العينيه اللي هي سوء الانكسار، يعني الطفل بيضطر يشد عضلاته العينيه ليشوف بشكل افضل، هي كل الحالات ممكن تؤدي لصداع، ومعالجه هذا الصداع هي بمعالجه العامل المسبب، يعني اذا سبب الصداع هو سوء الانكسار النظارات ممكن تحل المشكله، اذا الصداع سببه الرشح القريب بزوال الرشح او القريب كمان بتنحل المشكله. دكتور احيانا الصداع بيكون علامه او يمكن نداء لحتى ينتبهوا الاهل على اشياء كثير مهمه او على امراض اخطر فينا نقول. خلينا تماما نحكي عن هذا الموضوع، قديش مهم انه نحن نلاحق موضوع الصداع من قبل الامهات خصيصا والاهالي بانه ما يهملوا وشو هي تبعاته للصداع. هلا مثل ما قلت انا الصداع هو عرض لأمراض أخرى ممكن تكون خفيفة وممكن تكون خطيرة. هلأ لحسن الحظ إنه الصداع المرافق لأمراض خطيرة هو ما منشوفه كتير، إحصائيا حوالي 2%، لكن بهاي الحالات الصداع ما بيكون لحاله، هذا الصداع بيكون مرافق لعلامات أخرى لازم نحن ننتبه لها، لأنه هاي العلامات كتير خطيرة. من هاي العلامات الدوار، يعني الدوخة، الغثيان، ممكن تشوش الرؤية، فقدان التوازن، صعوبة الكلام، التغير بسلوكيات الطفل، الاختلاجات. هاي الأعراض هي أعراض خطيرة إذا ترافقت مع الصداع، ممكن تكون علامة لأمراض خطيرة مثل أورام الدماغ، مثل النزوف الدماغية، مثل التهاب السحايا. فوجود هذا العرض عند أي طفل لازم ينبه ويحفز الأهل لمراجعة الطبيب فورا، وحتى الطبيب لما بيشوف هيك أعراض فدائما بيتخذ إجراءات استقصائية سريعة، منها تصوير طبقي المحوري، تصوير بالرنين المغناطيسي، إذا كنا نحن شاكين مثلا بالتهاب سحايا ممكن نعمل بزل للسائل الدماغي الشوكي، وكل كل حالة تدبيرها بحسب الإجراءات خاصة بحسب السبب أو العامل المسبب لهذا الصداع. فهون المعالجة معالجة السبب الأساسي. هلأ نجي للصداع الأولي أو الصداع البدئي اللي هو الصداع كحالة مرضية قائمة بحد ذاتها وليس عرض لحالات أخرى. الحالة الأكثر شيوعا هي الصداع النصفي أو الشقيقة، هي من أكثر وأهم أنماط الصداع عند الأطفال، نسبة إصابة 4%. من أي عمر عفوا دكتور ممكن يحس الطفل أو يعاني من الشقيقة؟ هلأ هي عمليا من عمر 4 إلى 5 سنوات لعمر 15 سنة، بس بالأدب الطبي في حالات بعمر السنة شخصت على أساس نوبة صداع نصفي. فهذا الصداع نسبة الإصابة فيه 4%، 90% من المصابين في عندهم قصة عائلية. إذن هو الشقيقة هي مرض وراثي بامتياز، وخاصة لجهة الأم، يعني إذا الأم مصابة فاحتمال الإصابة عند الأطفال هو احتمال كبير. إذا كان الوالدين مصابين نسبة الإصابة 70%، إذا كان أحد الوالدين نسبة الإصابة من 25 إلى 50%. هلا شو هو، يعني شو هي النوبات الشقيقة؟ هي عبارة عن، إذا بدنا نعرفها، هي عبارة عن نوبات من صداع متكرر مع فترات خالية من الأعراض، وهذا الصداع مترافق مع 3 على الأقل من الأعراض التالية اللي هي ألم بطني، غثيان،
إقياء، توضع الألم بجانب واحد، ألم نابضي، زوال الألم بعد النوم، وقصة عائلية إيجابية. هاي السبع مرافقات إذا في عنا صداع مع ثلاثة منا على الأقل فنحن فينا نشخص شقيقة. وعند الأطفال الصغار تشخيص الشقيقة بأغلب الحالات على القصة العائلية الإيجابية. أكيد دكتور، الأطفال اللي عندهم صداع صغار بس يكبروا حيروح هذا الصداع ولا حيبقى ملازمهم كل حياتهم؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان، بالإضافة بدنا نصائح أخيرة. هلا القسم كبير من الأطفال الذكور، من الأطفال الذكور بالمرحلة الإعدادية بيتجاوزوا هذا هي الحالة وبتختفي الأعراض. ممكن عند بعض الأطفال ترجع هاي الأعراض بعمر أكبر من هيك، لكن عند الإناث حظهم سيء بعد سن البلوغ بتزيد، حظهم سيء لأنه بعد سن البلوغ ممكن تزيد الأعراض. وعند الإناث الدورة الشهرية وزمن الإباضة هن من العوامل المحرضة جدا لنوبات الشقيقة. دكتور، وكمان البيئة وتغييرات الطقس والأصوات العالية كمان خلينا نسلط الضوء عليها. الـ 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 هي عوامل محرضة، هي العوامل المحرضة للصداع، هي مانا السبب للصداع، هي عوامل محرضة. أكيد. يعني أنا عندي شقيقة إذا تعرضت تمام لضجيج، لتغير، لضغط نفسي، إذا تعرضت مثلا لجو تدخين، روائح كريهة، مشاعر توتر، إضاءة قوية كمان، إضاءة قوية، هذا ممكن يحرض لي نوبة شقيقة. عفوا دكتور، وقت هل الشقيقة علاج عند الأطفال هو دوائي أو شو، كيف بيكون العلاج؟ هلا لحسن الحظ إنه نوبات الشقيقة عند الأطفال ما كتير قوية، هي من الحالات الخفيفة. ممكن تجاوزها دوائيا وسلوكيا، يعني لما بتبلش النوبة ممكن نهدي الطفل، نحطه بمكان هادي بدون ضجيج، مكان مظلم، وباستخدام مجموعة صغيرة من المسكنات الخفيفة ممكن نسيطر على هذا الوضع. ممكن يمكن هون دعوة فعلا من حضرتك دكتور إلى كل الأمهات ثمر، لحتى ما يهملوا موضوع الصداع، يهتموا عند أولادهم يعني بهذا الموضوع. مثل ما حكينا بالبداية، في قناعة عند الأهل إنه هذا الولد ما بيجعوا راسه، وإذا قال عم يجعني راسي معناته عم يكذب أو عم يستعطف الأهل. هلأ في أحيانا هذا النوع موجود، لكن هاي الشكوى دائما لازم نستقصيها، ودائما لازم نحاول عن طريق نفي الأسباب نصل للتشخيص الصحيح. أكيد نتمنى الوعي لكل الأمهات ويديروا بالهم على أولادهم بالشكل الصح. أكيد متشكرك دكتور، متشكر معلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. أهلا وسهلا. شكرا كثير.